عايز اتكلم كمان على اللاعب الانتاج الحربي عمر السعيد. عمر السعيد اعتقد ان كل مصر شايفاه لعيب مميز قوي، لعيب ما كانش باين خالص. الانتاج جابه احرز 5 اهداف لغايه دلوقتي، سجل في الزمالك هدف، سجل في طلائع الجيش هدف، سجل في مصر المقاصة هدف، سجل في الرجاء 2، يعني حاجه جميله جدا. مشروع مهاجم برضو متميز قوي. اعتقد كمان ان احنا لازم نبص او كجهاز فني ما فيهاش مغامره، ان انت شايف لاعب متفوق جدا على نفسه، ايه المانع يعني؟ يعني اقتراحات، ايه المانع ان احنا يبقى عندنا مهاجم واثنين وثلاثه ولاعيبه بتهدف دلوقتي؟ احنا شفنا لما لعيب جاب جونين الدنيا اتقلبت عليه وقالوا ده مهاجم مش عارف ازاي وازاي يمشي وازاي مش عارف ايه عشان احرز 2، لكن احنا ما عندناش العين اللي تشوف ان اللعيب ده مهاجم كويس. اكيد يعني الموضوع سهل قوي يعني. يعني كل التوفيق للجهاز الفني ان هو يشوف اللعيبه الكويسه. عمر السعيد مرعي، لاعب النجم اللي هيلعب ان شاء الله قدام النادي الاهلي المباراه القادمه، برضو مرعي من المهاجمين الاكتف جدا الحيوي جدا، اللي هو ما بيسيبش كوره وبيعرف يهدف، بيلعب دماغه كويس قوي. سعد سمير قادر جدا 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 ان هو يوقف خطوره عمرو مرعي ان شاء الله. سعد سمير، اي حد، نجيب، رامي، ان شاء الله اي حد يقدر يوقف خطوره عمرو مرعي. المباراه زي ما قلت يا جماعه، المباراه مش سهله، المباراه صعبه جدا. لكل المتخيلين المباراه دي سهله، لا صعبه جدا. مش عايزين ان احنا بقى ايه نحاول نشوف حته تانية علشان النادي الاهلي ياخد المباراه بسهوله، لا. النادي الاهلي عارف يعني، انا بطمن جميع النادي الاهلي هي دايما متخوفه، اقول لها يا كابتن خلي بالك اصل في ناس عامله تقول مباراه سهله واحنا خايفين الموضوع ده يوصل للفريق. لا طبعا الموضوع ده صعب جدا ان هو يوصل للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بياخد كل مباراه ان هي مباراه فاينل، مباراه نهائيه، حتى في الدوري، حتى مع الفرق اللي هي يعني اقل من الاهلي بكتير، النادي الاهلي واخد المباراه بمنتهى الجديه. نادر قوي النادي الاهلي لما تلاقي لعيبته يعني بيتسلل ليها الغرور شويه او الثقه الزايده شويه، لكن هم عارفين قيمه المباراه، عارفين ان احنا بنلعب مباراه قبل نهائي، مباراه حياه او موت، عارفين ان الكاس دي كاس غاليه قوي للجماهير الاهلاويه، الجماهير الاهلاويه كلها مستنيه البطوله دي تحديدا. عارفين كمان ان هي مش مجرد مباراه، مش مجرد بطوله، لا بطوله هتعمل فارق كبير جدا في الاهلي عموما. فاللعيبة عارفة قيمة المباراة، عارفين النجم الساحلي مش هيبقى زي اللي احنا شفناه قدام أهلي طرابلس. أكيد الموضوع هيختلف، كل ما بتطلع دور كل ما الحذر بيزيد، كل ما الجدية بتزيد، كل ما المعنويات بتعلى قوي، خصوصا كمان أنا ألعب في ملعبي، كان بتكلم كنجم ساحلي، ألعب في ملعبي الضيق اللي جمهور قريب من اللعيبة، الجمهور بيمارس ضغط معنوي على اللعيبة. ممكن تخيلوا كلامي الموجه للاعيبه النادي الاهلي، تخيلوا اي حاجه ممكن تحصل، يفكروكوا باي حاجه تضايقكوا، اي حاجه تزعلكوا، اي حاجه تخرجكوا عن شعوركوا. يعني انتوا عارفين اكيد، واكيد مر عليكوا مثل هذه التجارب، تجارب كتيره جدا جدا مرت بلعيبه النادي الاهلي، اكيد عندهم يعني ما يكفي من الخبرات ان هم يتجاوزوا ازمه الجمهور التونسي، جمهور النجم الساحلي تحديدا. هي بس المشكله اللي انا متخوف منها بصراحه موضوع الحكم. يعني اتمنى الحكم يكون يعني مش عايزينه يجي معانا خالص خالص، احنا عايزينه يدينا ابسط حقوقنا، ابسط حقوقنا. مش عايزين يا اتحاد افريقيا حكم اللي هو حالف يعني بايمانات ربنا ان هو يخسر الفريق. شفنا الامرين في استاد برج العرب اللي هو يعني في قلب قلبنا في مصر، الحكم يعني بيعلن العصيان. وشفنا في تونس، يعني شفنا في تونس الحكم يعني برضه مصمم. فيا رب يا رب يعني تخلي بالكوا شويه بقى، يعني عشان الموضوع زاد. وبعدين احنا قلنا قبل كده، او انا قلت قبل كده، ان الموضوع يعني يا جماعه ده سمعه علينا قدام الناس اللي بتتفرج. الحكام المفروض يروحوا يحكموا في كاس العالم، ما اعرفش يروحوا يحكموا باي وش. نفسي النادي الاهلي يسجل كده يعني مقاطع للحكم اللي حكم لنا المباراه اللي فاتت، الاهلي والترجي في تونس، والاهلي والترجي في استاد برج العرب، ويوديهم للاتحاد الافريقي الحكام المرشحه، يديهم الاتحاد الدولي اسف الحكام المرشحه لاداره مباريات في كاس العالم. حاجه لا يعني لا تشعرنا بالفخر تماما. يعني حكام المفروض ان هم هيمثلوا القاره الافريقيه، لا بصراحه لا، ما يمثلوش حتى يعني دوره رمضانيه بصراحه.